إجلالا واحتراما لسماعنا النشيد الوطني. الجلال والجمال والسلام والبهاء في النار. احنا اليوم البناء العمراني الحمد لله واقع ملموس في محافظتنا العزيزة، والكل تشهد في هذا الأمر. احنا ما نحتاجه اليوم أن نبني الإنسان قبل العمران. بأمر لواء 30 السيد أبو أحمد. اليوم نشهد افتتاحية معرض نينوى الدولي الثالث للإعمار والبناء بمشاركة شركات رائدة في هذا المجال. نتمنى من الدوائر الخدمية والدوائر المؤسسات الأهلية الاستفادة من هذه التجربة ومشاهدة ما تم عرضه من قبل كافة الشركات من تطور علمي وتقني في هذه المجالات. اليوم تشرفنا بحضور المعرض المميز في محافظة نينوى والمتمثل بالمصارف التي تدعم المواطن العراقي، من ضمنها المفلاح وكل الشركات الرصينة التي حضرت داعمة لهذا القطاع المهم جدا الذي يعتمد عليه الشعب العراقي والعراق بصورة عامة. فهذا خطوة في المسار الصحيح، وكذلك المسار الذي يسير في إلكترونية الأمور المالية من أجل أنه يسير العراق نحو الدول النامية التي تصل إلى البنوك العالمية. بلدية الموصل ومن خلال مكتبها الإعلامي شاركت اليوم بجناح ضمن أروقة هذا المعرض، معرض البناء والإعمار والطاقة. تضمن جناحنا اليوم عرض لأبرز المشاريع التي جرى تنفيذها في مدينة الموصل، مشاريع الإعمار والبناء بالإضافة إلى المشاريع المزمع إطلاقها خلال المرحلة المقبلة. أيضا كان هناك اليوم ترويج لرقم شكاوى المواطنين، الرقم المجاني 189 اللي سيكون حلقة التواصل بين المواطن أيضا ومديرية البلدية. هذا المعرض هو فرصة أيضا للشركات المحلية والقطرية وحتى الدولية من خلال الوكلاء والموجودين والمتواجدين في مدينة الموصل. معرض نينوى الدولي للبناء والإعمار والطاقة الذي انطلق اليوم في محافظة نينوى بمشاركة جميع الشركات والمؤسسات العراقية وأيضا الشركات الدولية. نحن الآن في جناح معاونية السمنت الشمالية التابع للشركة العامة للسمنت العراقية، حيث بتوجيهات معالي وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال النجم اشتركت معاونية السمنت الشمالية في هذا المعرض الذي هو من اسمه معرض نينوى للبناء والإعمار. السمنت كانت رقم واحد في البناء وفي الإعمار وفي دعم عجلة إعادة أعمار محافظة نينوى وأيضا بقية المحافظات العراقية. معرض نينوى الدولي هو معرض جميل للبناء والإعمار والطاقة نسخته الثانية. هذا المعرض قوي جدا، وإحنا كشركة لاسي استثمار الصناعي شركة المعتمدة ومع المصرف الزراعي التعاوني بالشراكة مع المصرف، اليوم إحنا أجينا من بغداد إلى هنا إلى المعرض المشاركة بالبيع الآليات الزراعية بالتعاون مع المصرف الزراعي التعاوني. والله اليوم الافتتاحية كانت ممتعة جدا، والمسؤولين كانوا يعني الزيارات ممتعة وكثيرة جدا، ما توقعناها صراحة على هذا اليوم اللي صار بالزيارات من قبل المسؤولين من قبل الناس الموجودين ومن قبل الفلاحين كذلك. صرتنا شركة عراقية دولية للتجارة وخدمات المكان والمعدات المحدودة، سعداء جدا بأن نكون من الشركات السباقة في دعم محافظتنا العزيزة محافظة الموصل بجميع الإمكانيات والمنتجات الخاصة من الآليات الثقيلة المتخصصة في البنى التحتية، بالإضافة إلى أنظمة الطاقة من مولدات كتر بدر. اليوم هذا المعرض سابقة جدا مميزة لدخول الشركات والمستثمرين والقطاع الخاص في مدينة الموصل. نشكر المنظمين المعرض والسيد المحافظ الأستاذ عبد القادر الدخيل لدعم القطاع الخاص في المدينة. ندعو من الأساتذة مجلس المحافظة أن يسرعون بتحديد رئيس هيئة ومنح الإجازات والمشاريع للشركات الاستثمارية للدخول في المدينة وخلق فرص عمل كبيرة للشباب والقطاع الخاص بشكل عام.